احلى ستايل جديد. راح نذوق رز سعدية. يلا وروني وروني الشيف سعدية وروني هلا. لا اتكلم كل جد. ابدا ماني متحمس. وش ذا الخيال الاسطوري يا سعدية؟ شفت كيف انا اعجبك؟ فكرة حلوة يا سعدية، بس ما ينفع تصير عشان بعدين بطوننا تعورنا من الشوكولاتة. تعالوا نحلم مع بعض. طيب ايش مكونات البانكيك؟ بيض وزيت وسكر وحليب وباكنج باودر وفانيلا. بعد ما خلطنا المكونات الاولى كويس زين، ساعديني تحط الطحين بالتدريج يا سعدية. كيف يعني بالتدريج؟ يعني شوي شوي. يلا كل واحد يسوي فطوره بنفسه، انا مالي دخل. انت بتسوي حبه يا نوره؟ ثلاث قطع. يلا شوف وريني. واحد. يا سلام. اثنين. يا ما شاء الله. وانت يا سعدية كم قطعة بانكيك تبغي؟ أربعة. مرة جوعانة. يلا خلينا نشوف سوي، تعال شوف. يلا بسم الله. بالهداوة. الله. والله بالهواء بالهداوة. اثنين. يلا يا سعدية أسرع، تستوي الأولى وانت باقي. أربعة هذه آخر شيء. هذه أربعة. ثلاثة. عرفت الطريقة. يا سلام. لا عرفت الطريقة. يعني سعدية الطباخ الشيف سعدية. يا صالح كم حبة تبغى؟ كم قطعة بانكيك؟ خمسة. كفو تعجبني. خليها ستة وظبطني طيب. تم. كفو. يلا بسم الله. يلا. بسم الله. يعني كله. نشوف. شباب والله ما أعرف أسوي بانكيك. فنان. هذه الأولى واحد. بسم الله. شوف اثنين. 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 الله على اثنين. خلينا خبرة خبرة خبرة. خبرة في الطبخ وراح ياخذ ستة. شوف شباب ثلاثة. أربعة. هذه أربعة. خلينا نشوف. شباب والله ما أعرف. روح ما عليك. خمسة. يا شباب والله ما أعرف. الأخيرة ستة لعيونك. تسلم عيونك. بسم الله. الأولى طبعا صالح صار مكرونة. خذ اقلبها في الصاج نفسها يا صالح. ايوه حطها. شباب والله ما اعرف ما
عندي سالفه. عادي 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 الاولاد ما عندهم سالفه. لا لا يعرف يعرف. شوف ها شوف طريقة بانكيك محشي موز. إن وقت إيش؟ عندي خلاص خلاص اي الله الله يستر
الله يستر. دبدوبي ما رضى يطلع خرب. ماشي الحال، كنت متحمسة له. حبيبي ايه صالح انه راح يطلعوا الاشكال الورود وكذا يعني. مو انتوا الحين قررتوا انكم تعيشوا يوم كامل تاكلوا شوكليت بس؟ ايوه. طيب الفطور وافطرتم وحلا وسويتوا قوالب شوكليت كمان، قولوا لي الغداء ايش بتسووا؟ بيتزا بالشوكولاته. بيتزا بالشوكليت؟ وانت يا سعديه؟ رز نوتيلا. رز بالنوتيلا؟ انت دائما تحية بالعالم الموازي دائما. طيب عادي نعمل نجرب. سلطه شوكولاته. كيف سلطه؟ يعني خضار مع شوكليت؟ لا 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 اكيد ما راح احط بندوره وخيار مع الشوكولاته، الحين بسويها وبتشوف. صح. ها ما شاء الله اشوفكم بديت تسوي الغداء. ايوه انا يونس. جاهز؟ ايه. بشوف السلطه حقتك انت بالذات. بتشوف الخبره، وكل شيء بخبره 20 سنه. انا بستغرب من السلطه ومن الرز حق سعديه. الحين بتشوف قد التحدي قد التحدي، الحين راح نخلي لك ام النوتيلا. طبعاً دخلنا البيتزا الفرن وانتظروا النتيجة. ومرة متحمسة أذوقها لأن أول مرة بيتزا مع حلويات. وات والله رز السعدية شكله أسطوري، لأنه تعرفوا السعدية الشيف اللي يضبطكم أي حل. طب متى نذوقه؟ لما تنشد الأشياء.
عندنا سلطة. يلا حط الصالح، حط الصوص يا صالح. الله على الفن يا صالح. الله على الفن. المارشميلو طعمه بسكوت مقرمش. بالله لذيذ هذا طبق نوره. ها ايوه هو اللي اقسم بالله مره لذيذ. رجع راح نجرب 10 من 10. رجع راح نجرب السلطه وكمان الرز. انا اهم شيء عندي اذوق الرز السعوديه. والله حتى انا متحمسه ابغى اكله ابغى اكله خلاص متحمسه. الحين جاء دور السلطه حقت صالح. اعطونا تقييمكم فيها. والله متحمسه اذوق. صالح هو شيف ولا لا؟ يلا راح اضبطك معلي. مرة لذيذ. لا مرة مرة لا مرة لا 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 عشان ما تصير افضل من الطبق حقه. انا اعرف انا اعرف حركات لا ايوه لا هي والله شكلك من جنب. هي مو مرة لذيذة لكن مو مرة سيئة. يعني نعطيها 7 ما قلت الشوكولاتة 5. وانت يا سعدية كم من 10؟ 5. 5 من 10؟ لأن الصوص الصوص مخرب. نعطيها 10. 9 من 10. حتى انت عارف صاحبك ابو الكلب. يا اخي الصوص مخرب. الصوص السنيكا حالي مره مره. يبغى له قهوه يعني. وشو قهوه مو زي لسخه. راح نذوق رز سعدية. يلا وروني وروني الشيف سعدية وروني. هلا لا اتكلم كل جد. ابدا ماني متحمس. بسم الله. يا نهار اسود يا نجيب. اهرب على فين؟ اهرب على فين؟ اهرب من تحت عقب الباب. ها؟ شفيها وجهكم انت تغيرت. وش ذا؟ لا انا بطلت اقول. نوره كلي كلي ملعقة ثانية كمان كلي كلي جربي كمان كمان. سيء سيء. والله تقييمكم لأرز السعودية سالب 0 تحت الصفر. سالب. وانت يا سعدية ايش تقولي على الطبق حقك؟ تحت الصفر. تحت الصفر. سيء. هذا اللي انت من اول تقولي ابغى ارز نوتيلا. والله انا توقعت انه طعمه حلو. يا جماعه قبل شوي كنت ببدل ملحه. والله ما عاد ابدل. كنت احس باهون من السلطه. يعني تنصحوني اذوق ولا ما اجرب؟ لا 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 التعابير هذه تدل انه جميل. يلا يلا امزح. هنا اخذنا عشانا. لذيذ مرة. لذيذ هي احسن هو ولا البيتزا حقت نورة؟ البيتزا. الحمد لله الحمد لله كان حلو كان حلو مرة مرعب. شوكولاتة 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 شوكولاتة. ما في اكل صحي يتهنى فيه او موالح موالح. هذا افظع حلم حلمته في حياتي. حتى مو حلم كابوس. شوكولاتة شوكولاتة كأنك في علم شوكولاتة. لمبة شوكولاتة بيت شوكولاتة تلفزيون شوكولاتة. إيش هذا؟